ابو علي من ابو ظبي يقول يعني انا ظروفي صعبه وعندي ديون والتزامات ودائما افكر واصبح لدي وسواس هل أث وهذا اثر على خشوعي يقول كيف اتخلص من هذا ابو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك انت لست الوحيد في هذا العالم اللي عليه ديون وعليه مشاكل وعنده كذا وكذا اغلب الناس عندهم ديون وعندهم مشاكل ما تعاملوا بمثل يعني هذه هذه الطريقة بحيث أن أنهم دخلوا في الوساوس وأصبح بالعكس بل المفترض عليك أنك تخشع في صلاتك تلجأ إلى الله عز وجل هذا المفترض عليك ولذلك ورد في السنن بإسناد وإن كان متكلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد رجل يقال له أبو أمامة فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني يا رسول الله وديون لاحظ هموم وديون راح للمسجد راح يخشع في المسجد قال هموم لزمتني يا رسول الله وديون قال الا ادلك على دعاء اذا انت قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله قال اذا انت اصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين فيا أخي الفاضل بارك الله فيك لا بد أن تعلم بأن الأمور كلها بقدر الله وأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الظروف أن يلجأ إلى الله أكثر وأن إذا دخل الصلاة يدخلها بخشوع حتى اذا دعا دعا باستحضار يستحضر معنى ما يدعو وتكون اقرب الى الله من اي وقت سابق التزم هذه الادعيه ابذل الاسباب الشرعيه والطبيعيه في سداد الديون وباذن الله تفرج يا اخي الفاضل